السلام عليكم، شهر مبارك، أحييكم من جدة من عروس البحر الأحمر. معاكم المدرب عمر ديبان، سأتحدث حول أفكار قد تنفعك في الابتعاث. أولا، ما هو الحظ؟ يقول علماء الحظ هو تقاطع الفرصة زائد الإعداد، بمعنى أنك إذا عديت نفسك جيدا وجدت فرصة فإن هذا هو الحظ. فلو كانت في ابتعاث أو ترقية وطلب أحد الشروط يكون الشخص مجيد اللغة الإنجليزية، الشخص اللي درس وتعلم اللغة الإنجليزية هو الشخص المحظوظ، لأنه معد. الأشياء المهمة أن الإنسان دائما يعد نفسه إعداد جيد، لأن الإنسان المحظوظ هو اللي جاهز لقطف الفرصة وأخذها. يقول الإمام الشافعي، وهذا مهم لطلبة العلم، كلما ازددت علما ازداد علمي بجهلي، وهذا رسم بياني يوضح لك مقدار العلم اللي تكتسبه. في حاجة مهمة جدا وهي ما تسمى المعلومة القاتلة، بمعنى أن بعض الأشخاص يتقيد بمعلومة واحدة تسبب له مشاكل، ما عنده مرونة في اكتساب العلم وزيادة المعلومة. خلني أشرح لك الرسم. هنا البداية يكون لا يعلم شيء، وهذا طبيعي. هنا مرحلة الخطر ومرحلة المعلومة القاتلة، يظن أنه يعلم شيء وهو لا يعرف شيئا. وهنا مرحلة الخبير وهو الشخص العالم، تجده سبحان الله يقول لا أعلم بسهولة، ما يجد فيها أي إحراج. أما هنا فما مستحيل يقول لا أعلم. أما هذه المرحلة فهي المرحلة اللي يحتاجها كل شخص، وهو مقدار وكمية المعرفة اللي يحتاجها في العلم المتخصص فيه، يعني لا زال جاهل. كثير من طلاب الجامعات يكون هدفه الأسمى والأعلى هو نيل الشهادة، ولذلك يفوت فرص كثيرة في الحياة تجعله أكثر نجاحا. فالدراسة والقراءة والكتاب والجامعة ليست علم، وإنما هي مفاتيح للعلم ولطريق العمل والنجاح في الحياة. ومن الأشياء العجيبة أن الطلاب الأقل تفوقا في الجامعات هم أكثر نجاحا في الحياة الشخصية، وفي ذلك ألف كتاب في هذا الموضوع. قرأت دراسة قبل أسبوع يقول لك أن الأشخاص اللي بينك وبينهم معرفة أقل هم أكثر مساعدة لك في الحصول على الوظيفة من الأشخاص المقربين. الابتعاث والخروج والسفر يساعدك على التعرف على أشخاص، يجعلك تفكر خارج الصندوق، ليس خارج الصندوق ولكن يجعلك تفكر بدون صندوق. لذلك تقول الحكمة أن لا نستطيع أن نحل المشكلة بنفس العقول التي أوجدتها، نحتاج أشخاص مبتعثين. يقول الكاتب دينيس وايكلي في كتاب أنت والعمل، يقول نحن لا نعرف كيف ماتت الديناصورات، ولكننا مجمعون أنها لم تستطيع أن تتكيف مع الحياة، يعني ما عندها مرونة لمقاومة التغيرات اللي تحصل في الحياة ولذلك ماتت. إذا لم تكن مرنا ستموت. تقول الحكمة لا تفكر في النجاح ولكن فكر في خلق عادة للنجاح. أجد كثير من الطلاب المبتعثين عندما يعود يرجع كما كان سابقا، يعني العادات اللي اكتسبها في ذلك المجتمع، العادات الحسنة من أعمال تطوعية أو رياضة، عندما يعود هنا يتأثر بالمجتمع ولا يؤثر فيه. وفي الحديث مصداقا لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فالأعمال القليلة المستمرة أفضل من الكبيرة التي تنهي. أكثر الأفكار التي تسبب لك فشل هي الأفكار التي تعتمد على رغباتك الشخصية وليست على الواقع، لذلك لازم يكون عندك مرونة مع الواقع. عليك أن تتذكر أن الذكاء 7 أنواع: الذكاء العاطفي، الذكاء المعرفي، الذكاء الرياضي، ومن المهم الذكاء الاجتماعي لأنه يخلق فرص عمل. البعض يذهب ويعود وما عرف أحد، وهذا خطأ. يجب أن تندمج مع المجتمع، تتعرف عليهم، هذا يعطيك زيادة في الحياة وقوة. الآن أعمال كثيرة ومشاريع تقوم على الثنائي أو أحيانا ثلاثي، وهذه حكمة مهمة لأن البعض يكمل الآخر. يقول بول فاليري، وهذا طبعا ملاحظ، لدى الأشخاص الجادين أفكار قليلة، أما ذوي الأفكار فلا يكونون جادين أبدا. وأهم نقطة هو أن يكون لديك هدف أبعد من الشهادة وأبعد من دراستك، فدراستك هي مكملة لوصولك لذلك الهدف البعيد. ختاما أشكر القائمين على هذا السناب، أسأل الله لهم التوفيق، ولكم كذلك تابعوني على السناب وقناة عمر ديبان في اليوتيوب، وشكرا لكم.